تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة هذا اليوم على الساعة 11:40 من أجل انفجار غاز المدينة في شقة تقع في الطابق الخامس لعمارة تتكون من طابق أرضي بيت 5. للأسف الشديد خلف الضحية وجدت أسفل العمارة تحت الهدوم من جنس أنثى، تم تحويل رحمه الله تم تحويل جثتها من طرفنا إلى مصلحة المستشفى المجدي، وتم إنقاذ امرأة ورجل تحت الردوم. الامراه في حاله حرجه، تم تقديم لهم الاسعافات الاوليه ونقلوا من طرف مصالحنا على جناح سراي الى مستشفى المدينه الجديده على مجدي. كما خلت هذا خسائر الماديه تتمثل في تضرر الشقه الذي وقع فيها الانفجار والشقه المجاوره وكذلك الشقه المجاوره للعماره وتضرر 5 سيارات. وسخرت مصالح مدري لهذه العملية 4 شاحنات و4 سيارات، منهم سيارة إسعاف منها طبية و20 عون من بينهم طبيب الحماية المدنية و4 ضباط، والعملية ما زالت جارية.